المهم بقى اللي انا عايزه اروح معاك فيه، لان احنا اتكلمنا في فكره هنا استقطاب يعني شخصيه كبيره في عالم التحكيم من الخارج، وفكره اصلاح المنظومه التحكيميه في مصر، ودي تابعه لفكره اصلاح اصلا منظومه كره القدم المصريه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اتكلمنا عن مايكل كلايتنبرج، وان هو تم استقطابه، طبعا هو رئيس لجنه الحكام. هو بقى كنا بنشوف الوضع من وجهه نظره ازاي في التحكيم في مصر. هو كان ليه بقى بعض التعليقات امبارح على المباراه. يعني أول حاجة هو شرح كالعادة الحالات التحكيمية لمباريات الجولة السادسة، وفيما يخص تحديدا مباراة الأهلي وغزل المحلة هو نرجع كده بيها شوية، وقال إنه تدخل وقتها لاعب غزل المحلة في حق أكرم توفيق، لو حضراتكم فاكرين، كان يستحق وقتها بطاقة حمراء، لكن التدخل هدد. ليه؟ لأن التدخل اللي هدد سلامة المنافس، دي نقطة. بعد كده اختلف كمان مع قرار الحكم باستمرار اللعب بشكل طبيعي، يعني قال لك هو ده إزاي حصل. وفي حالة أخرى كمان اتفق كلايتنبرج مع قرار حكم الساحة بعد ما احتسبها مخالفة على محمد الشناوي لما حصل التحام وصل يعني خلاله إليه الكرة من أمام عبد الرحمن عاطف لو حضراتكم فاكرين، وأشار إلى عدم اتفاقه مع قرار حكم الفيديو باستدعاء أصلا الحكم لمراجعة يعني اللقطة. يعني دي بعض الأمور، ومنها برضو حاجات تانية. في حالة كمان ثالثة بنفس المباراة كان اختلاف كلايتنبرج مع حكم الساحة وحكم الفيديو في عدم احتساب ركلة جزاء لأكرم توفيق بعد تدخل من مدافع غزل المحلة. يعني عايز أقول لك اللي أنا بدي أمثلة بس يعني الاختلاف هنا كمان مع حكم الفيديو وحكم الساحة. يعني المشكلة ان حتى لو اتفق مع حكم الفيديو والساحة ستيل انت عندك مشكلة موجودة في التحكيم. فأنا مش عارفة بقى القصة دي ازاي ممكن ان هي تحل لما انت بتجيب شخصية كبيرة زي مايكل كلايتنبرج وبتمسكه قضية هنا حل مشاكل التحكيم في مصر، وما زال في قضايا زي دي، وما زال في أمور صعبة، لأن احنا بنتكلم حكم فيديو ساحة الاتنين بيتفقوا والقرار بالنسبة لكلايتنبرج غلط. فمش عارفة بقى حلها ايه بصراحة يا كريم. هتبقى شأن داخلي ما بينهم يعني كمسؤولين عن هذا الملف، وأتمنى إن احنا الفترة اللي جاية ما نقفش بقى عند التفصيلة دي، لأن احنا وقفنا عندها كتير قوي شويتين اللي بس فاتوا، ونتج عنها كمان ظلم مبين. يعني طبعًا. حتى لو ما اتكلمناش عن نفسنا، وممكن وجيت الحق لو حابين نتكلم عن نفسنا في النقطه دي، ده احنا ممكن نقضي الحلقه كلها. في فتره من الفترات الاهلي كان بيتعرض وتحسي لمؤامره كونيه، وبالذات فيما يتعلق بالتحكيم. لكن بشكل عام احنا يهمنا ان المنظومه التحكيميه بشكل عام يتظبط ادائها وينصلح حالها، عشان ده من مصلحه كره القدم المصريه بشكل عام، مش من مصلحه فريق بعينه.